عطلة الربيع لا تعني الكثير بالنسبة لأطفال الأرياف بولاية الصيف. للخروج عن هذه القاعدة وكسر الروتين القاتل، جاءت تظاهرة ربيع الطفل التي انطلقت ببلدية الولجة المعزولة. تحت إشراف مديرية شباب ورياضة وبتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب وجمعية نشاطات الشباب فرقة الفلاح، المركب الرياضي الجواري شهيد هلال بالقاسم الولجة ينظم طبعا الرابعة لتظاهرة ربيع الطفل بمشاركة 250 طفل. 250 طفل هم أطفال الأرياف 100% المحرومين من الألعاب، المحرومين من البهلوان، المحرومين من هذه الألعاب الترفيهية. ارتأينا أن نقدم لهم هذه التظاهرة حتى يستمتعوا بعطلتهم الربيعية. الورشات والألعاب نشاطات لم يتعود عليها أطفال الريف، هي بالنسبة إليهم أحلام تتحقق في هذه العطلة. أشكر المركب الرياضي الذي أقام الألعاب الرياضية، البهلوان، ورشة الرسم. كنا فرحين بهذا اليوم، إن شاء الله يكون غدا مثل هذا اليوم. متعونا اليوم مليح، احنا فرحانين بزاف. شفنا البهلوان، شفنا لعبنا بالألعاب. الاستجابة كانت كبيرة من طرف الأطفال وكذلك الأولياء الذين تابعوا فرحة أبنائهم بشغف. التظاهرة يعني كما راكم شاهدتوا فرحت لنا ولادنا بزاف، وجبدتهم من الشارع، وولادنا بالطبع في منطقة محرومة. قد تبدو هذه الألعاب بسيطة لكنها تعني الكثير بالنسبة لأطفال محرومين من حق اللعب. أطفال الريف ليسوا كأطفال المدينة.